السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم راح نشوفوا تكلفة الآيلتس، هو امتحان اللغة الإنجليزية. إذا نبدأ على بركة الله، نروح في الجوجل ونكتب آيلتس ونكتب البلد الخاص بنا، كل واحد يكتب البلد الخاص به بطبيعة الحال. وهنا كما راكم تشوفوا يخرج لنا موقع القنصلية البريطانية في الجزائر، نضغط عليه وكما راكم تشوفوا هنايا فخي دي زيكزامان ايلتس. اذا هنا كما راكم تشوفوا المبلغ هو 34000 دينار جزائري او 3 ملايين و400. اذا بالتوفيق للجميع والى الملتقى ان شاء الله، مع السلامه.